السلام عليكم. بحثت اليوم باش تكون كونسرنو ان الكتيرغرافيك. تصور يعني لان عندهم فكرة معناتها على اللايف. اوكي ولا لا؟ ما هي وش عطاني؟ دونك دونك جيت نبارتاجي الحصة في الفيسبوك بعد نشوفها. ننظر الحصة متاعنا. دونك عندنا يا سيدي باهي كيفاش نعرف شكون حاضر معانا لهنا. يعني اللي حاضر يعمل كومنتير. اوكي اش عندنا يا سيدي؟ عندنا قال لي بلون ايميني دي ريبير اورتونورمي او اي جي، وعندنا لا كورب سي ريبريزونت ان فونكسيون اف ديفيني اي ديريفابل سير توتال. دونك ولي دروات تي اي لا تونجونت على كورب سي او بوان دابسيس ا. معناها لهنا لازمني نقرا لي دوني وضعتك. اش معناها؟ قلنا الفونكسيون تاعنا ديريفابل سير كوا؟ ديريفابل سير تو تير. عندنا زاد سيتون معناتها عندنا زاد انت لا دروات تي اي تونجونت ا لا كورب سي او بوان دابسيس ا. اش معنى لو بوان دابسيس ا؟ لهنا عندنا ان تونجونت اوريزونتال، عندنا ان تونجونت تي دابسيس ا، يعني هذا نوتر تونجونت تي دابسيس ا. نتصورها واضحة الحكاية في لابسيس A. ثم عندنا لا دروات دي إيكغيك إيكال A إتينا أسمتوت أسي أو فوزيناج دو موان لانفي أو فوزيناج دو موان لانفيني. دونك سي أدمي إنو برانش بارابوليك دي ديريكسيون سيل دي أو جي أو فوزيناج دو بليس لانفيني. باهي يا سيدي قال أون إتيليزون لا جرافيك ديتيرميني إف دي زيرو إف دي أن وليميت لورسكي إكس تون فير موان لانفيني دي إف دي إكس وليميت لورسكي اكس تون فير بليس لانفيني دي اف دي اكس وليميت لورسكي اكس تون فير بليس لانفيني دي اف دي اكس سير اكس. دونك لهنا احنا عندنا هذه الجرافيك نتاعنا. اوكي القراءه نتاعنا هي قلنا انه الفونكسيون اف في ديريفابل سير تو تير، ما تنسوش هذيك، والتي هو تانجنت. معناها اني تو باش نعمل قراءه كل دوني عندي لازمني نفهم ايش يقصد به. اوكي ولا لا؟ يعني شنو هي الدلاله اللي تعطيها لي؟ قبل كل شيء احنا قال اون اوتيليزون الجرافيك ديتيرميني. ساعات نجي للتلميذ بار اكزومبل، من باش نجي للتلميذ بار اكزومبل ونقول مثلا خرج لي من غير ما تقرا الاسئله، يعني من الجرافيك هذا نجم نخرجوا برشا حاجات. اوكي ولا لا؟ اش معناها؟ معناها عندي هذا السيتان جرافيك، كي نجي نشوف اش قال هو تي الى تونجونت دي لا كورب سي او بوان دابسيس ا.
اوكي ولا لا؟ معناها يعني في بلاصه باش نجي نقرا الاسئله، يعني باش نعطيكم قراءه اخرى. نقرا المعطيات اللي عندي، باهي شنو المعطيات اللي عندي يا سيدي لهنا؟ شوفهم، نبدا اول حاجه تي الى طونجون دي لا كورب سي او بوان دابسيس ا، اش معناها؟ قلنا تي هو طونجونت او بوان، او بوان دابسيس ا، دابسيس ا. شنو معناتها هذا تيك تي اتين طونجونت او بوان دابسيس ا؟ معناتها راهو نوتر تي هذا تيك هو ديكواسيون شنو؟ ايغريك ايغال اف بريم دي ا فوا اكس موانز ا بلس اف دي ا. واضح ولا لا؟ باهي تواني هذه كي نعملها ديفلوبمون باش تولي لي، ما باش تولي لي اف بريم دي ا دي اكس مو اف بريم دي ا بلس اف دي ا. دونك هنا لهني تلميذ شنو ينجم يعرف لهنا؟ ترى تلميذ حاجه برك ينجم يعرفها، الاف دي ا ينجم يخرجها. اش معناها؟ عندي الاف دي ا سي كومبيان؟ انا كنت لاحظوا عندنا الاف دي ا هي شنو هي باش تعطينا كومبيان؟ الاف دي ا سي ا. اوكي باه، عندي لهنا الاف دي ا ايغال ا، دونك هذه الاولى. دونك سا سي بريمير شوز. نجو توا شنو زاد ينجم يعرف؟ باهي كي باش نمشي نتوا للاف بريم دي اكس، كنتلاحظوا الاف بريم دي ان دي اكس هي مقابل، مو احنا ستين طونجونت ولا لا؟ الي سو لا فورم شنو هما ستين دروات طونجونت ولا لا؟ الي سو لا فورم كوا ا اكس بلس بلس بي. معناها كي نجي نشوف فين الا متاعي هذه لهنا هي شنية بار بار ايدونتيفيكاسيون، هي اف بريم دي ان. معناها ان لهنا كي نجي نشوف نعرف راه انه الاف بريم دي ان هي شنية؟ الاف بريم دي ان هي البونت دي لا تونجونت، دي لا تونجونت. اوكي ولا لا؟ باهي دونك كاينش نجي نعمل هنا لهنا، نجي نعمل لهنا دونك هذه مادام ستين بونت دي لا تونجونت، معناها اني نمشي تو نشوف التونجونت كيفاش نخرجوا البونت. البونت اللي هي الا، معناها قلنا الا هي اف بريم دي ا، والبونت كيفاش تخرجها؟ ناخذ دي بوان. خذوا يا سيدي دي بوان ابارتيان على تونجونت، عندي لو بوان ا ا وديجا عندي زاد ان بوان، هاو قال لي لهني 0.3.7، يعني عندي دي بوان يتعدى، يتعدى الطونجونت من ا ا ويتعدى من 0.3.7. باهي شنو معناها هذا من زيرو يتعدى من دي بوان هذيك؟ معناتها راهي الان تاعي هي تو سامبلومون 3.7 موا، شوفوا جاي ناخذوا 3.7 الايكغيك الثانيه مثلا نتاع الزيرو هذه، ونحو منها الإجراج متاع البوان الأولى اللي هي أ أ، دونك باش نحو منها أ سوب. نجو نشوفو توا الثانية، نبدو ردوا بالكم مادام هي 3.7 وعندي أ لهنا، دونك لازم نخمم شنو؟ يعني راني باش ناخذ لابسيس متاع البوان الثانية اللي هي زيرو، ونحو منها الأ. دونك اش باش تعطيني لهنا 3.7 موان زان؟ اش باش تعطيك؟ باش تعطيك 2.7 سير كوا؟ سير موان زان، دونك إيكال أ موان 2.7. باهي منطقيا قلنا الا هي شنية؟ ما هي البونت دي نوتر دروات دي نوتر تونجونت ولا لا؟ اللي هو تي هذا هكا ولا لا؟ معناها الا قلنا هي البونت واللي هي نفسها اف بريم دي ا، معناها راه هي موان دي فيرجيل فيرجيل 7. شوفوا جاي اني تو ما بديتش راني نجاوب على الاسئله، اش معناها؟ معناها اني ما مشيتش جاوبت على السؤال يعني شنو هما الاسئله الموجودين لهنا، لكن اني الحاجه الوحيده تو اللي نخدم فيها هي شني الدني اللي عندي هذا، جيت نستغل في الدني اللي عندي هذا ونحب نفهم منه معناه شنو ينجم يخرج لي. اوكي ولا لا؟ دونك باش نجي اني نشوف زعما فما كومنتات او بيان نوتر، خلينا نشوف فماش كومنتات. تعمل مزيه سجلوا، منصور هو راه باش يتسجل بطبيعته، ما باش يبقى مسجل بطبيعته. باهي اوكي دونك انا جيست من المعطى هذا خرجت الحكايه هذيك. اوكي خرجت الاف دي ان وخرجت اف بريم دي ان. الاف بريم دي ان قداش قلنا هي؟ الاف بريم دي ان هي مون دي فيرجيل 7. شوفوا كيفاش يعني لو دي هذاك، ومادام هو قلنا 60 ديريفي دونك 60 ليميت. نمشوا تو لا دروات دي ايكغيك ايكال ان اتينا اسمتوت اسي او فوازيناج دو موان لانفيني. لا فوالا المعطى الثاني، المعطى الثاني شنو هو قال لنا؟ اه حطوه هيك المعطى الثاني، قال لي لا دروات دي دي سي اف تينا اسمتوت ايكغيك ايكال ان. هذا اش معنى؟ هذا معناه راه المعطى هذاك باش يعطيني انه ليميت او موان لانفيني دي اف ايكال كومبيان؟ ايكال ان. نجم اني ريتم المعطى هذا تو سامبلومون خرجت شنو هي ليميت او موان لانفيني اللي هي تعطيني ان.
زيد نزيدكم مثلا حاجة أخرى، نزيدكم حكاية أخرى. بار إكزومبل نجيو توا للسي أدمي إن برانش بارابوليك دي ديريكسيون سيل دي أو جي أو فوازيناج دو بليس لانفيني. إني كي نقولوا راهو سيل دي أو جي أو فوازيناج دو بليس لانفيني، هي بحد ذاتها شوفوا جاي سيل دي أو جي، معناها إني منطقيا أو برانش بارابوليك، معناها إني منطقيا فاش نخمم لهنا راهو أنو ليميت اون بليس لانفيني دي اف راهو باش يعطيني بليس او بيان موان لانفيني سويفون ديريكسيون، والليميت اون بليس لانفيني دي اف دي اكس سير اكس دونك اكس طون فير بليس لانفيني راهي باش تعطيني بليس او بيان موان لانفيني. اوكي ولا لا؟ باهي، اش معناها هذا؟ معناها اني كي ناخذ المعطى هذاك برونش بارابوليك دي ديريكسيون سيل دي او جي او فوازيناج دو بليس لانفيني، معناها راهو الليميت عندي لورسكي اكس طون فير بليس لانفيني دي اف دي اكس سير اكس، معناها منطقيا يعني راه باش يعطيني بليس او بيان موان لانفي او بيان موان لانفيني. اش معناها هذا؟ معناها عموما اني خذيت المعطيات هذيتك وبديت شنو نعمل، يعني خذيت المعطيات اللي عندي لهنا اللي عطاهم لي وخرجت منهم كلك ليميت. اوكي ولا لا؟ باهي، توا ناخذ اني هذا كل هذا المعطيات حطيتهم وخرجت منهم قلنا كلك ليميت، توا اش نعمل اني توا باش نجي للي خدمته هذا كله ونشوف اسكي عندي الاسئله لهنا موجوده والا لا، يعني جاوبت على الاقل على بعض الاسئله. اوكي ولا لا؟ باهي، دونك لهنا كانت لاحظوا نبدو باول سؤال قال كالكيلي اف دي زيرو. بون اف دي زيرو سا ستين كاستيون سامبل، دونك لهنا نجم نقول راهو انو الاف دي زيرو ايكالا كومبيان، الاف دي زيرو سيرا ايكالا نجو نشوفو ليماج دي زيرو سي دو سي سامبل. باهي نجو نشوفو اف دي ان، الاف دي ان كانت لاحظوا جاوبنا عليه ديجا غادي هو اف ان، نجو نشوفو ليميت لورسكي اكس طون فير بليس لانفيني دي اف دي اكس. باهي شوفوا جاي البليس لانفيني دي اف دي اكس اش معناتها؟ معناها اني باش نعمل قراءه للكور وقت اللي نبدا ماشي للبليس لانفيني، مش قلنا احنا اش تيعطيكم يا بليس يا موان لانفيني ديجا، معناها لهنا قلنا في ليميت هاي شوفها جاي كتبتها لهنا، معناها من الدوني بتاعي نعرف راه ان ليميت يا بليس يا موان لانفيني يعطيني برونش بارابولي، دونك انيكي باش نمشي لهنا باش تعطيني يا بليس يا موان لانفيني. باهي وين ماشي؟ عندي الاكس ماشي لوين؟ ماشي للبليس لانفيني، دونك الايكغيك كانت لاحظوا وين ماشي؟ ماشي للموان لانفي، ماشي للموان لانفي، الموال لانفيني الكورب على قد ما لا ويهبط، دونك لهنا الليميت نتاعنا هذه باش تعطيني موال لانفيني. نمشوا توا الليميت لورسكي اكس طون فير بليس لانفيني دي اف دي اكس سير اكس. لهنا توا يا سيدي دي اف دي اكس سير اكس ايكال، شوفوا جي الاكس وين ماشي؟ ماشي للبليس لانفيني، الاف وين ماشي؟ ماشي للموال لانفيني، دونك الديريكسيون راني باش تعطيني بليس او موان اش تعطيك؟ باش يعطيك هو لانفيني، لكن السيني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، دونك منطقي باش يعطيك موال لانفي موال لانفيني. نفسرها كيفاش؟ قلنا الاف دي اكس سي نيجاتيف والاكس سي بوزيتيف، دونك راه باش يعطيني ريزلتا منطقيا سي موال لانفي موال لانفيني، وهنا نكونوا كملنا اف دي اكس سير سير اكس، نتصور معناتها المعلومه واضحه. اوكي باه توا باش نمشي لزوتري لزوتري ليميت. اوكي اي سيتي باش ناخذ هنا توا بارتيمون اكسرسيس. دونك توا يا سيدي باش نخدمو الليميت لورسكي اكس طون فير زيرو. توا التلامذة الكل ديزيامون لا ليميت لورسكي اكس طون فير زيرو دي كوا دي اف دي اكس موان دو سور اكس. منطقيا ان التلميذ لهنا كيشوف الليميت هذا، باهي عندي حاجتين لازمني اني نخمم فيهم. اول حاجة نشوف اسك هي الليميت نتاع الاف وقت اللي تبدا اكس ماشية لزيرو والا ليميت دا نوتر اكسبريسيون. كي نجيو نشوفو نلاحظو انو دي هذه هي اش تمثل، ديما حاولوا اعملوا علاقه ما بين شنو هي الاكسبريسيون. دي هذه كانت لاحظوا راهي هي اف دي زي اف دي زيرو، معناها اني كي نجي نعملها نخدمها الليميت هذه معناها باش تولي لي لا ليميت لورسكي اكس طون فير زيرو دي اف دي اكس موا اف دي زيرو سير كوا سير اكس، دونك الاكس نجم زاد نكتبها اكس موان زيرو. باهي هذه هي شنو هي ترى حسب رايكم؟ دونك التلامذة الكل يعرفوا انه الحكايه هذيك هي شنو هي؟ اف دي اكس مو اف دي زيرو سير اكس مو زيرو، راهي هذه بحد ذاتها نحكوا على الديري على الديريفي، دونك هذه لهنا اش باش تمشينا؟ باش تمشينا هي اف بريم دي زي اف بريم دي زيرو. اوكي ولا لا؟ باهي والاف بريم دي زيرو كي نمشوا للزيرو الي ديريفابل وعندها شنو؟ عندها تونجونت اوريزون
horizontale, donc f' de 0. Mais qu'est-ce qu'on a? On a pour x égal à 0, f admet, يعني نيكي نحكي على الديريفي نمشي نشوف لي تانجونت، admet une tangente horizontale. اوكي okay, ولا لا مادام هو فما تانجونت هوريزونتال دونك لهنا انسي راهو الاف بريم دي زيرو هي ايجالا كوا الاف بريم دي زيرو سيرا ايجالا ازي ازيرو مادام عندي تانجونت هوريزونتال ملي نشوفوا كلمة معناها حاجة هوريزونتال راهو الديريفي تاعها ايجالا ازي ازيرو اوكي okay. هذا بالنسبة لنا احنا الكيستيون معناها الليميت هذه تك اف دي اكس موان دو سير اكس نعاود نذكر يعني اف دي اكس موان دو سير اكس ليميت لو سير اكس تنبير زيرو التلميذ يحب يعرف شني يمشي يشوف الريال هذه تك شنيا علاقتها هي اف دي زيرو اه ولا تناش اف دي اكس موان اف دي زيرو كان عليها اف دي اكس موان اف دي اكس زيرو اوكي ولا لا سير اكس شنو اللي ناقصني نجمو نكتبو الاكس مولوطا هي اكس موان زيرو ولهنا ولينا نحكو على الديري على الديريفي اوكي نمشو كيف كيف للي بعدها لا ليميت نمشو اللي بعدها limite lorsque x tend vers 1 df dx moins 1 sur x moins 1 كي العادة شوفوا هاي شوفوا العلاقة ما بين يعني شوفوا لي انتم الان هذه هو شي مثل بالنسبة للان يعني بالنسبة لهني كان تلاحظوا الان هو الايماج دي كوا يعني قلنا راو f دي 1 سيرا ايجال 1 يعني نجم نكتب الان هذيك هو f دي 1 سي لا ليميت لورسكي اكس تون فير 1 دي كوا دي اف دي اكس موا f دي 1 sur x moins 1 كيف كيف جانا شنو جانا اتين ديري اتين ديريفي يعني هو اف بريم دو 1 وديجا من بكري قلنا حكينا عليها ديجا في اول لاحظ قلنا راهو تي هو لا تونجونت على كورب سي او بوان دابسيس دابسيس 1 تصورها واضحه الحكايه معناتها بالكدير بالكدير اوكي دونك مادام يا سيدي واضح الحكايه هذيتك باهي دونك اني باش نمشي نخدم ان شاء الله بركه تكونوا تسمعوا فيها يعني اني هي اول تجربه يعني فيديو ديريكت في اليوتيوب يعني جيست هذه التجربه وحبيت معناتها نشوف اس كيف شكون ينجم يتبعني والا لا اوكي ما هي اول تجربه طبعا بعد نبدا نعطي الكلام الحق ده دونك مادام قلنا اف بريم دي ا من بكري قلنا الاف بريم دي ا هي شنية هي راهي تمثل البونت دي نوتر البونت دي نوتر تانجونت اوكي ولا لا مادام هو سي لا بونت دي نوتر تانجونت ديجا حكينا عليها في اول الفيديو والاف بريم دي ان قداش لقيناها هي موان دي فيرجيل موان دي فيرجيل 7 اللي هي لقيناها بكري موان دي فيرجيل فيرجيل 7 اوكي دونك هذه الاف بريم الاف بريم دي ان السؤال اللي بعده قال دريسي لي تابلو دي فارياسيون دي اف وعندنا لي سيني دي اف دي اكس دونك جو في دريسي مون تابلو دي فارياسيون دي اف باهي هادي كيفاش باش نعمل انا تو تابلو دي فارياسيون دي اف دونك باش ناخذ هنا التابلو دي فارياسيون تاع سامبل برشا كنلاحظوا الفونكسيون تاعنا الي كروسونت وين عندها تانجونت هوريزونتال وين تسني لي في الزيرو من هاك علاش هنا دونك باش ناخذ هنا التابلو دي فارياسيون باش نرسم اوكي باهي هاي سيدي وين تصني لي التابلو دي فارياسيون هذي تصني لي في الزيرو دونك عندي لهنا سي زيرو اوكي باهي توا هو فما في الفازة بتاع التابلو دي فارياسيون التلميذ معناها باش يعرف ساعات نقول له اعمل انت السونس دي فارياسيون والا كي تسهل لك معناها الخدمة يعني نجمو نعطو طريقة مثلا في تابلو دي فاريسيون من الجرافيك نعمل السونس ومن بعد نمشي نعمل السيني بتاع الاف بريم لكن نمشو توا نفسرو حاليا دونك عندنا هنا هو الدومين قلنا ديري بابل في المول لانفيني بس سي بليس لانفيني عندي لهنا زيرو لهنا تسني لي دونك هذه اف بريم دي اكس قلنا تسني لي في الزيرو دونك الي فونكسيون بتاعنا الي كروسون دونك باش تكون من هنا بوزيتيف ومن هنا الي نيجاتيف ولهنا اف دي اكس طب باش نرسمو السونس دي فارياسيون دونك الي كرواسونت ثم عندنا ديكرواس ديكرواسونت اوكي باهي شنو معناها توا كي نجي نخدم هذه كرواسونت وديكرواس وديكرواسونت هاي سيتي قلنا في الموال لانفيني وين ماشي
ليميت في المول الانفيني قديش، وقلنا ماشي عندنا لهنا المول ا، المول الانفيني ما خدمناهاش دونك ديجا كتبتها لهنا هون، مول الانفيني دي اف ايكال ا، دونك عندنا ليميت لورسكي اكستون فير مول الانفيني دي اف دي اكس ايكال ا ا، دونك سي ا. ومن بعد تمشي لوين؟ الاف دي زيرو سي دو، ومن بعد تهبط للمول الانفي للمول الانفيني. اوكي دونك هذا نوتري تابلو دي فارياس، تابلو دي فارياسيون سي تري سامبل. نرجع نشوفوا الجرافيك نتاعنا، شو جاي عندنا لهنا لي كرواسونت، ثم طابت لنا دي كرواس دي كرواسونت. اوكي ولا لا؟ باهي دونك لهنا عطانا دونك هذه تابلو دي فارياسيون نتاع باهي. اني توا بالنسبه لي هو هذا جيست فيديو معناها نتاع تجربه. اوكي ولا لا؟ يعني تو سامبلومون باش نحاول توا باش نكمل هنا الاكزرسيس نتاعي. اوكي ولا لا؟ والمره الجايه ان شاء الله تو كي نبدا نهبط حاجه اون ديريكت سير يوتيوب يبدا عندكم علم، خاطر فما برشا ناس مازالت ما عندهاش علم على الفيديو اون ديريكت سير فيسبوك، سير فيسبوك. اوكي ولا لا؟ سير يوتيوب ديزولي. باه نمشيو توا يا سيدي يا سيد باش نجاوبوا على السؤال اللي بعده. قال لي سيني دي اف دي، دي سيني دي اف دي اكس. الوغ توا لي سيني دي اف دي اكس شنو معناه سيني دي اف دي اكس؟ السيني دي اف دي اكس باش نعرفوا من الجرافيك لي سيني دي اف دي اكس سهله برشا. ها يا سيدي هذا عندي الكورب نتاعي، وباش نعمل هنا التابلو دي سين نعملو جيست التابلو. اوكي جيست البلان تاع التابلو هاي سي. اوكي اوكي دونك سيني ان الدومين دي ديفينيسيون سا سي اكس سا سي مول انفيني سا سي بلس لانفيني سي بلس لانفيني. باهي باش نمشيو سيني دي اف دي اكس لهنا كيسيون هذا يلزمني تو سامبلومون نمشي نشوف الانترسيكسيون اونتر الكورب دي اف ال او جي ال او اي ديزولي يعني والاكس دي زابسيس، وين الانترسيكسيون ما بين الكورب دي اف والاكس دي زابسيس اللي هو لهنا هاي البوان هذيك اللي هي 1.3. اش معناها؟ معناها نجي نكتب لهنا 1.3 شفتوا الانترسيكسيون ما بين الاو اي والاكس 1.3. تو باش نمشي جيست انترسيكسيون سي ان بوان بارك انترسيكسيون دونك لهنا ونكتب الاف دي اكس نتاعنا اي سيدي صني لي في 1.3. نبدا نشوف الكورب نتاعنا اش معناها كي تبدا العلاقه ما بين يعني التابلو دي سيني، يعني نبدا نشوف كي يبدا او دي سي يعني فوق، يعني لهنا كان تلاحظوا البارتي هذه من الكورب هي او دي سي دي لاكس دي زابسيس فوق لاكس دي زابسيس دونك رايت كوم بوزيتيف، يعني كان تلاحظوا لي زيغريغ لهنا سون كومون سون بوزيتيف اللي ديكري بار بار نوتري كورب اف اي بوزي بوزيتيف دونك لهنا باش تكون انا بوزيتيف. ومن بعد من موا 1.3 لو بلس لانفيني كنتلاحظوا الكورب ديكري لي زيغريك سون نيجا سون نيجاتيف دونك هذه تكون تابلو دي تابلو دي سيني نتاع. اوكي دونك هذه نوتري تابلو دي تابلو دي سين. توا يا سيدي باش نمشيو لل لي دي ليميت لي سانكيام سانكيام كيستيون دونك هذا سي كاتريام كيستيون. طيب باش نمشي للسانكيام كيستيون. باهي سانكيام كيستيون جو في كالكيلي سي ليميت دونك لا ليميت لورسكي اكستون فير بلس لانفيني دي اف دي موان 3 اكس او كيب بلس 5 سور دي اكس او كاري موان. باهي شفتوا هذه كي تبدا في وسط الف ما هيش اكس تي مخمم في فونكسيون كومبوزي، معناها الليميت هذه كان عليها باش ناخذ الليميت دي فونكسيون كومبوزي اف رانجي. اوكي ولا لا؟ يعني اني هذه سو سيت فورم يعني فونكسيون كومبوزي كيفاش باش نحسب لها الليميت هذه؟ دونك نمشي تو سامبلومون نحل معقف نحسب الليميت نتاع في وسط الاف لا ليميت لورسكي اكس تون فير بلس لانفيني اللي في وسط الاف مون 3 اكس او كيب بلس 5 لي تو سور 10 اكس او كاري موان 1 دونك سي رايغال. هذا سي سامبل بولينوم على بولينوم دونك باش ناخذوا لي بليو ديغري اللي هو عندك اكس او كيب واكس او كاري باش تعطيك اكس موان 3 ديمي فوا موان باش تعطيك موان الانفيني. باهي نمشي توا بعد ما لقيت الليميت هذه اللي في وسط الاف كيفاش لقيتها موان الانفيني هي اللي نمشي نحطها توا سي لا ليميت لورسك اكس تون فير موان الانفيني ريتو جي بها جاي هذه.
شفتوا جي بي جي موال انفيني دي كوا الفونكسيون تاعي في بلاصه هذه تكنولي نكتب اف دي اف دي اكس دونك سيرا ايغالا كومبيان في موال انفيني دي اف دي اكس ايغالا كومبيان ايغالا ا 1 دونك انسي ليميت لورسكي اكس تون فير بلس لانفيني دي اف دي موان 3 اكس او كيب بلس 5 سور 2 اكس او كاري موان 1 ايغالا كومبيان سيرا ايغالا ا 1 دو ميم برانسيب باش نمشيو نخدمو الاخراني واش معناتها انا باش ناخذها يعني تو ليميت او ان بلس ونشوف واش تعطيني الريزلتا باهي يا سيدي لا ليميت لورسكي اكس تنفر ان بلس دي اف دي كوا دي تلواز اكس او كاري بلس ان سور دي اكس او كاري موان دو شوفوا ميم برانسيب دونك باش ناخذها كوم فونكسيون كومبوزي نحسب اللي في وسط الاف سي لا ليميت لورسكي اكس تنفر ان بلس اللي في وسط الاف 3x او كاري بلس 1 سور 2x او كاري موان 2 دونك في الان بلس هذه باش يهزني لوين باش يهزني للزيرو هكا دونك هذه كنجيو نحسبها باش تعطيك 3 بلس 1 سي 4 لكن سير كوا سير زيرو لهنا بالطبيعه نمشيو للسيني نتاعنا نشوفوا السيني هذه في الان بلس تعطيك زيرو بلس دونك باش تعطيني بلس لانفيني اوكي ولا لا باهي نجيب الليميت هذه في البلس لانفيني لا ليميت لورسكي اكس تنفر بلس لانفيني دي كوا دي اف دي اكس يعني الريتو اللي في وسط الاف توا هنا في الثانيه نرد رومبلاسي بالاكس اوكي ولا لا دونك اش باش تعطيني لهنا دونك باش تعطيك دي اف دي اكس راه قال قداش عندنا سي موان لانفي سي موان لانفيني ان سي نوتر ليميت قال كومبيان ان سي لا ليميت لورسكي اكس تنفر ان بلس دي اف دي 3 اكس او كاري بلس 1 سور 2 اكس او كاري موان 2 سيرا ايغالا كومبيان ايغالا ا موان لانفي موان لانفيني نكونوا لهني كملنا معناتها لو ريزلتا نتاع الخدمه نتاعنا اني جيست حب معناتها حكم هي قلت لكم هو اول فيديو هذا تكديريكت سير يوتيوب اوكي ولا لا مانيش عارف فيني على الكومنتات خاطر ما فماش برسك برشا كومنتات في الحكايه ينجم يكونوا معناتها ما فماش برشا عباد معناتها تتبع في اليوتيوب ولا هي تجربه جديده انه التلميذ راه باش يبدا يتبع في اليوتيوب اوكي ولا لا يكون الفيديو هذا تكملنا ان شاء الله معناتها تكون اللي استفدتوا من الحصه هذه هي حصه تجريبيه وان شاء الله المره الجايه كتولي عندنا معناها نجم معناتها نخدموا دي سوت اكزرسيس ويبدو التلامذه حاضرين بالكتاب والسلام عليكم.